القناة ديالي أم ريم. اليوم غنديرو معقودة، طريقة سهلة وناجحة 100%. عندنا بطاطا مسلوقة كنا سلقناها، شوية ديال الدقيق، شوية ديال الملح، شوية ديال الخميرة ديال الخبز، وكاس ديال الماء تيكون ديال العادي بارد، وشوية ديال البزار، وشوية ديال التحميرة. كنديرو شوية ديال الخميرة ديال الخبز، تقريب معلقة صغيرة ديال الخميرة على حسب الدقيق، إلا كان دقيق كتير نديرو معلقة كبيرة، كان دقيق غير شوية نديرو معلقة صغيرة. وشوية ديال الملحة، شوية ديال التحميرة باش كتعطي اللون، وشوية ديال البزار، نص راس المعلقة، راس المعلقة ديال البزار. كنخلطو هادشي مزيان، الدقيق والبزار والعطرية اللي درنا، كنديرو نبقاو نزيدو شوية ديال الدقيق، عفوا شوية ديال الماء، ملي كنخلطو الدقيق مع العطرية وكاس ديال الماء اللي درنا كيولي الخليط على هذا الشكل، هذا ما تقيلش وما خفيفش. كنخلطو مزيان حتى كتذوب هذيك التحميرة في الماء، وكنغطيوها وكنخليوها يخمر، كنخليو الخليط يخمر تقريبا نص ساعة حتى كيخمر لينا داك الدقيق. وفي هاد الأثناء كنكونو كنعكو بطاطا بالفرشيط، نعكوها مزيان، نعكو بطاطا مزيان بالفرشيط، ونديرو درنا شوية ديال البزار وشوية ديال التحميرة باش تعطي اللون، وشويه ديال الملحه. ولا سلقتو بطاطا مع الملحه بلا ما تعاودوا ديروها مره ثانيه، شويه ديال الملحه، وكنخلطو مزيان مزيان حتى كنتحصلوا على عجين متماسك. ملي كدوز تقريبا الساعه تيكون الدقيق خمر، كنجيبو الكويرات اللي درنا ديال البطاطا كنديروهم في داك الدقيق، كنغلفوهم مزيان في الخليط ديال الدقيق بهاد الطريقة هادي، من بعد كنصفيهم وكنحطوهم حتى كنكملو الكمية كاملة. وفي هاد الأثناء كنكونو دايرين المقلة فيها الزيت كيسخن باش كنقليوهم. الشكل النهائي ديال المعقودة بعد ما قليناها بالزيت كتجي بهاد الشكل هذا، وكيجي اللون ديالها ذهبي زوين. كنتمنى الوصفة تنال إعجابكم وتجربوها، وما تنساوش ديروا أبوني، وشكرا على المتابعة. بالصحة والعافية.